يلا قولي انت. فيديو كل واحد قدامه بوكس شاورما كبير. خلينا نقرب عليكم كده نشوف اصحابنا يشوفوا. ده بتاع توتي وده بتاع بيري وده بتاع ميكي. يلا يلا قولي. يلا نبدا. يلا 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 يا توتي. يلا يلا ابدأي معاهم. يلا بسرعة. ده هيخلص علبته الأول. هي مفاجأة. مش هحرق بقك بالتيشو ده. آخر الفيديو. ماما مش هتقول لأن آخر الفيديو في مفاجأة، أوكي؟ مفاجأة. يلا. ماما مفاجأة. هدية كبيرة، أوكي؟ يلا ابدأي كلي. هدية فيها علامة بتاعت البيبي. يس يلا. بتاعت توتي بتاعت مين؟ أقول لكم هي مش عارف تقول عشانها كبيرة أوي. انسحب.
كبيره. ممكن تعالي كده عشان ما توقعهمش. وانا عايز اكل قطعه كبيره. بصي كده شويه. عايز اكل قطعه كبيره زي الشاورما اللي بتكون بالكيس. عشان وانا ماما ابن كده. تعالي كده شويه ممكن على الكوس بتاعي. انا عايز اكل بالكيس اكتر. اوكي. بس جديد معانا شاورما. هو معانا من ده اسمه ايه ده؟ اسمه شاورما صح؟ شاورما ساندويتش. دي اسمها شاورما عربي، بتقطع كده بتيجي في البوكس مع البطاطس والمخلل والصوص بتاعها. لا ما تقدرش. ما بتحبوش لانه حامض. لانه فيزا خلي كده. انا مش بحب اكله. اديها لتوتي. لانه خلاص اديها لتوتي. مش مشكلة. ماي مالك صح؟ حمرا؟ اجيب لك ميه؟ ده بيعرفش ايه. ممكن اختي ان انا اطفش الحلويات قدها كده صح. يلا ناكل. لا يا ماما كده غلط. يلا ناكل هيخلصوا هيفوزوا وهياخدوا المفاجأة. المفاجأة ليه؟ هياخدوا الهدية بتاعتي. جوها لا مش هقول لك غير بعد ما تخلص البتاع الشاورما كلها. جوها تقريبا متحمسين عشان كلنا عن فرق. يلا وقلقان في نفس الوقت. يا حبيبي انا فاضي. شاطر ماما بياكل اهو. شطوره انت. مين؟ ماما يلا. انت يا ماما شطوره. انت يا تاكسي. انا بالي. انا بالي. انت بيري يا. انا بالي. اسمك بيري ايه؟ بريتوتا. بريتوتا؟ لا تبالي. بريتوتي بيري احمد. لا بالي. بالي بالي؟ غير احمد؟ احمد ده بابا. شوفي بسرعة. حلو. ده احنا رايحينه. لازم يكون في طاقة. يلا هناكل مش هننام. يلا. يلا هناكل مش هننام. بسرعة بسرعة. هناكل مش هننام. يلا هناكل مش هننام. قويين. قويين. يلا يا ميكي خلص بسرعة يلا. البطاطس انا بحب اشوفه حتى مزق بعضه. انا بحب اكل من ده تقريبا بتكون طويله لكن بتشبع. شيري كوب المايه. اه توتي خلصت كتير. واو يا توتي شاطره. الحقي يا ماما. قولي الحقي يا رب تخلص يا ماما. طب قولي واو ميكي فاضل عندك لسه كتير. قولي واو ازاي وانتي لسه ما كلتيش حاجه؟ كلي كتير عشان اقول لك واو. واو شاطره يا ماما. يلا خلصي البيت. ماما قولي انا بعرف افوز. ميكي شاطره. واو هتخلصي بسرعه.
مش مالو يلا ماري انت واو ما تخلصيش اقرا معايا خلاص كوش عباش خلاص قطع حطي بالواحدة عشان ما تهد مدش احنا مش همنا البطاطس النهاردة فيديو سوينا مش لازم ناخد البطاطس حطيتها في الهواء في البق مش هنفع وانت كلها بالبحر بس تبراها لحسن تروحي لا احسن ممكن حاجة تقف في دورك ميز انت جعان؟ حلو التحدي ده؟ عجبكم؟ شبابي بتاع عصير عشان حلو مع البنات طب انا في التعليقات لو عجبكم ما حبيتوش ما حبيتوش ايه سيبهم بربع بس الحركات دي الحركات دي زي البطة هي بطة انتي قربتي؟ مش قادرة تكملي؟ طب كملي اللي في ايدك. انا بخش في الالعاب انتوا عارفين. لكن هو انتي بتحبي الالعاب وميكي بتحبي الاكل. لانه وانا بحب انا بحب الالعاب بتاعت البيت. صح. شفتوا تحدي البيت ده اخدت فيه فلفل حراوة وعملت فيه فلفل حراوة. بس ما عيطتيش كنتي شاطرة. يعني اكلت قطعة على اللي بيستخبيه دي ممنوع الغش ممنوع الغش حرام هنروح للنار لازم نبقى صادقين اوكي اه شوفي تكلت انت مش قادره تاكلي خلاص عادي انت فزت في تحدي البيتزا ممكن هي تفوز في تحدي الشاورما عادي يعني لا انا من زمان ما فزتش ولا في اي اكل انت عملت وانا كمان لكن انت مش قادره تاكلي لو مش قادره تاكلي هديكي مفاجاتي انا قادره خلاص خلصتي ولا لسه لا لسه وانت يا توتي حاولي يا توتي عشان شكلك انت اللي يلا ميكي يلا ها ايش عندنا فوق يلا حتى بمبير قرب يفوز اهو برافو يا بيري صنبار في ظهر القطعة قطعة ما هو بقيت القطعة هنا حطيتهم هنا لا 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 نوع كده في الاكل بس كانت تدخل في الشاورما تتخيلوا تدخل جوه الطبق تتخيلوا تدخل ماما هو هو الدوم شوف الحياه مش عارفه القصه اوه بتبقى احمر فاير يلا يلا خلص نار فاير شبعتي خلاص اكيد مش مشكله يديني مفاجاتي لا لحظه استني نشوف عندك كم قطعه انت بس عندك كتير كم قطعه خلينا نشوف اعدلي كده ورينا هنا بتشوف طبقك فيه كم قطعه واحده اثنين ثلاثه كل دي عشان يبقى عندك اربعه بس اوكي هفوز لو جبت دي وانا بجي. كمان لما يبقى عندك ثلاث قطع انت حطي قطع هنا حطي في الطبق حطي الباقي في الطبق حطي هنا ايوه واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمس قطع تقريبا يا مكة توتي فاضل لك كم؟ توتي كلتي أكتر أنتي وأنا وأنتي يا أمي كلتي أكتر؟ يا ماما أنا أعمل لكم مفاجأة جميلة أوكي؟ يا ماما فوق أنا أوكي لا مش هنعيط يا ماما أنا أفوز أنتي فايزة وهي فايزة وهي فايزة ماشي اتفقنا؟
احنا الثلاثة مش شوفي ايه امبارح لما انت فزتي في البيتزا ما عملتش كده برضه خسرت. يلا كملي يلا احنا لسه ما خلصناش التحدي. انا كسبتها ما قصرتش. قادره تكملي يا توتي؟ قادرين تكملوا؟ ليكي قادره ولا خلاص؟ قادره. طب يلا لسه هي ما خلصتش يا توتي، حاولي انت كمان تكملي. طب كملي دول. طب يلا كلي يلا. خلاص لو مش قادره يا ممكن خلاص كفايه. عشان مش هتقدري كده. تعالي هنا يا توتي ناحيتي. خلاص يا شباب انا انفصلت وانتي وانا احنا الثلاثه انفصلنا في الكومنتات. انفصلنا في الكومنتات فزنا. نعم. كنت شفتي؟ لا. خلاص يلا سيبي المحلل. خلاص اتعادلتوا صح. المفاجأة يلا خدي. اوكي وانتي يا ممكن هتاخدي ايه؟ انا اخدها تلات مفتوحة. اوكي مش مشكلة، ما هي دلوقتي انا هاخد العالية. انتي خدتي اوريو؟ وانا وانتي خدتي ايه اوريو؟ لا انا خدت كيت كات. ايس كريم كيت كات. ويامي. يلا كلنا فزنا. حلوه المفاجاه. ياي قولوا واو. يلا واو. يلا نفتح الايس كريم كده ونشوف طعمه ايه قدام صحابنا ونقول لهم. واو كيت كات ريحه. كيت كات شايفين؟ واو. وانا انتي ايه؟ انت سنيكر صح؟ لا انا سنيكر صح. سنيكرز. وانتي ايه فامبير ايه؟ اريو افتحي لها يا توتي، حاولي تفتحي لها. ساعديها ساعديها. يلا افتحي عشان يبقى حلو ما يبص. ايوه كلي فيه لحد ما توتي تنزل. اماني بتساعدك يا توتي. اماني قطعيها من تحت يا توتي. شديها من تحت كده من على الجنب. ايوه شديها كده. ايوه شديها. يلا افتحي اعمليها كده. خليه كده عشان اوكي. خليه يمسكها كده. امسكيها كده يلا. يلا شيليها لها. هتعملها لهنا. انا اغسل ايدي. روحي اغسلي ايدك وتعالي. وانا يلا نقفل الفيديو قبل ما تروحي تغسلي ايدك. يلا خدي بابا. يلا نقفل. يلا نقفل. لا يا ماما كده ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. ارجعي لورا جنب اخواتك. يلا خليكي هنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعمل لايك والشير والسبسكرايب.